السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثامن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. درس اليوم اللي هو الصيغ الكيميائية للمركبات الأيونية. بعرف أنه أنتوا أخذتوا الدرس سابقا، لكن اليوم إحنا بدنا نحل مع بعض كيف بدنا نطلع الصيغ الكيميائية للمركبات الأيونية. أول إشي بدنا نعرف شو هو المقصود بالمركبات الأيونية. هي أيون مكون من نوعين أو أكثر من الذرات تحمل شحنة سالبة أو موجبة. حكينا إنه الشحنة إشي كتير مهم، طبعاً إحنا بنقوم فيها بعد أو بنطلعها بعد التوزيع الإلكتروني، بنشوف الأيون هذا شو هو شحنته، سواء سالبة أو موجبة. عشان نوضح أكثر نطلع كلنا على الكتاب صفحة 15. هان عندنا مجموع جدول، هذا الجدول فيه بعض المركبات الأيونية وصياغها. يعني بالمجمل احنا بدنا نطلع على لب هذا الجدول اللي هي صفحة 117. نطلع كلنا على هذا الجدول ونحط عليه حفظ، ولازم نحفظ كل مركب أيوني الصيغة تبعته والشحنة عشان نعرف نحل. إذا ما حفظنا هذا الجدول ما رح نعرف نحل المركبات الأيونية. هلأ إحنا عندنا بالكتاب صفحة 118 مجموعة من الأمثلة معطينا إياها في الكتاب، بدنا نحاول نحلها. بعدها رح ننتقل لحل التقويم والتأمل صفحة 119. بداية عندنا مركب أيوني مكون من نترات الصوديوم، يتكون من ارتباط أيون الصوديوم اللي هو Na plus 1 مع مجموعة من النترات اللي هي NO3 minus 1، ويتم صياغة المركب الكيميائي كما يلي. كيف بدنا نكتب مركب كيميائي؟ أول إشي الـ Na هو الصوديوم، العدد الذري للصوديوم 11. بداية للناس اللي صعب إنها تطلع أيون، توزع إلكتروني، بعد بتوزع إلكترون بإمكانها تطلع الأيون. هلأ الـ Na هي عدد الذري إلها 11، بدنا نوزعها إلكتروني، شو بده يكون التوزيعي؟ التوزيع لإلها 2 8 1 تمام. الأيون المدار الأخير بيحتوي على إلكترون واحد، فبالتالي بيكون أسهل إني أنا أفقده، فبتكون شحنته موجب واحد تمام. طيب بنحط الـ Na وبنحط تحتيها موجب واحد تمام. نيجي هلا لمجموعة النترات. مجموعة النترات جاهزة، معطينا إياها بالكتاب شحنتها، أدى شحنتها ماينس 1. شو بنعمل؟ نضرب ضرب تبادلي. هلا بس نضرب المجموعة الأيونية أو الذرات العنصر، نضربهم ضرب تبادلي مع مين؟ مع الشحنة. فرح يطلع معنا الأول الـ Na أصلاً شحنتها موجبة، لكن إيش صارت شحنتها؟ سالبة. فبننزلها أول إشي Na لأنه شحنتها سالبة، بننزلها Na واحد. طب هس أنا لما بدي أجي أكتب صيغة كيميائية مش مضطرة أني أنا أحط قيمة الواحد، يعني خلاص لما يكون لحاله يعني إيش؟ واحد تمام، لأنه هلأ رح يختلف الوضع. فبالتالي بينزل عندي الـ Na لأنه شحنته سالبة، والـ NO3 شحنته موجبة بعدين تمام. فصار عندنا المركب الكيميائي لنترات الصوديوم Na NO3 تمام. هلا عندي فوسفات الكالسيوم، ايش هو فوسفات الكالسيوم؟ يعني الكالسيوم زائد الفوسفات. العدد الذري للكالسيوم 20، التوزيع الالكتروني 2 8 8. لما يصل لحاله الاستقرار او انه بيصير ايون، فراح يكون عندي ايونه او شحنته موجب 2 تمام. فرح نضرب ضرب تبادلي الفوسفات اللي هي مجموعة أيونية جاهزة، الشحنة تبعتها ماينس 3، والكالسيوم شحنتها بقى اللي هي الأيون اللي هي موجب 2. فرح أضرب ضرب تبادلي، رح ننزل أول إشي اللي صارت شحنته سالب اللي هي إيش؟ الكالسيوم. فصارت شحنتها سالبة بس ما عندي واحد، أنا عندي 3، بنزلها زي ما هو موجود عندي هون CA3 لأنه صارت إيش شحنتها 3، بنزلها مع اللي هي البيO4 الفوسفات اللي هي شحنتها إيش صارت 2. فصار عندي المركب CA3BO42. هلأ عشان أسهل حالي وما أخربط، إذا كانت المجموعة الأيونية فيها رقم بحطها بين قوسين
تمام؟ فإيش بصير علي؟ أسهل إني ما أخربط، يعني ما يعني أسهل من أكون Ca3BO4 بدون القوس 2، لا هيك رح يكون عندي المركب الكيميائي صيغته أوضح، تمام؟ هلأ ننتقل على التقويم والتأمل صفحة 19. هلأ أنا جهزت لكم هنا الحل، رح نتابع الحل مع بعض. أول إشي بسم الله الرحمن الرحيم نشوف كيف هو الحل تبع التقويم والتأمل صفحة 119. أول إشي عندي أكسيد البوتاسيوم. طيب أكسيد البوتاسيوم أنا ما عندي مجموعة الأيونية فيها إشي اسمه أكسيد، فيعني هان أنا عندي أكسجين زائد بوتاسيوم. الأكسجين العد الذري له 8، نبدأ أوزع إلكتروني رح يكون عندي 2-6، فبالتالي بحاجة لا إيش إلكترونين عشان يصير مدارها الأخير 8، تمام؟ فبدي يكون عندي الأيون تبع الأكسجين ماينس 2، تمام؟ هاي إحنا عرفنا لأنه أنا عندي 2-8، كيف أجد الاثنين اللي هون؟ صار عندي إيش أيون أخذ ذرت إلكترونين عشان إيش يستقر عندي العنصر، فصار توزيعه 2-8 بدل 2-6 وشحنته ماينس 2. ليش ماينس 2؟ لأنه كسب إلكترونين. هلأ البوتاسيوم عندي العدد الذري له 19، تمام؟ وال19 بيكون لها التوزيع 2-8-8-1، فبالتالي رح تكون شحنتها 1، يعني رح تفقد هذا الإلكترون. طيب عشان أطلع الصيغة الكيميائية شو بعمل؟ بحط الأكسجين شو شحنته؟ ماينس 2، تمام؟ والبوتاسيوم قديش؟ موجب 1، فبضرب ضرب تبادل. حكينا أول إشي بنزل عند اللي إشارته صارت سالب اللي هي الكي، فبتصير كي بالأول كي 2 باخد معه الإشارة وباخد معه مين؟ اللي هي عدد الإلكترونات. والأكسجين شو بتصير عندي؟ اللي هي موجب بتصير كي 2 O، K2O.